فقرات الأهلي خط أحمر لا تفقد أبدا سخونتها، وعشان كده هنبدأ ريمونتادا. صديق البرنامج الذي يرى أنه خط أسود كابتن رضا عبد العال كان له رأي في كيفية حسم النادي الأهلي للدوري، تعالوا نشوف رأيه ونرجع نعقب. الأهلي ياخد الدوري بدون أي مشاكل، بدون أي منافسة. أي منافسة؟ هي المنافسة تبقى بين بيراميدز والزمالك على المركز الثاني. وأنا بقول لك الكلام ده، أيوه يعني كلاكيت تاني مرة نفس السيناريو السنة اللي فاتت، هيبقى سيناريو السنة دي بالظبط كده. لأن في حاجات كتيرة، يعني ناس جماهير الزمالك زعلانة مني بتقول لي إزاي ما الزمالك بيكسب. ماشي، طب أنت هتروح إسماعيلية، الأهلي مش هيروح إسماعيلية. النهارده بيراميدز لما لعب وكسب النهارده 3، مش راح الشرطه اتحاد الشرطه وخسر 2 بونت؟ الاهلي هيروح الزمالك؟ لا مش هيروح. يبقى مفيش عداله. احنا عايزين العداله دي عشان نحس بالدوري يا مهيب. يعني لازم 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 على اتحاد الكره كان يوفر 10 ملاعب يتلعب عليه كله، عشان ما تقولش ايه انا مش هروح الفيوم، انا مش هروح المحله، انا مش هروح بورسعيد، انا مش هروح اسماعيليه. 10 ماتشات، 10 ملاعب للفرق كلها والدوري يتلعب عليه. والله لو ركزت مع طنطا شوية ربنا هيكرمك. بس نسيبنا من موضوع طنطا ده ونروح بقى للي يخصنا احنا. نفسي كده تجيب بورد تكتب عليه نادي المصري ونادي الإسماعيلي ما بيلعبوش في الإسماعيلية وما بيلعبوش في بورسعيد، بيروحوا يلعبوا ببرج العرب. تحفظ يعني، حاول تكتب وتحفظ. رقم 2، نادي الإسماعيلي لسه خسران من المقاولين في الإسماعيلية. رقم 3، تعالى بقى لنادي الزمالك المنافس على الدوري اللي انت بتقول لجمهور الزمالك مش هياخد الدوري عشان اصل النادي الاهلي مش هيروح الاسماعيليه. يا كابتن رضا، نادي الزمالك كان عنده مباراه مع اسوان، استاد اسوان مش جاهز لاستقبال المباراه نتيجه اشياء تخص تقنيه الفار. نفس مشهد مباراه المحله بغض النظر عن كواليس الاسباب، اللي النادي الاهلي لانه عمل سابقه لا يمكن تحصل، إن النادي الأهلي جه اتفق مع المحلة إن لأن استادك مش جاهز أنا هبدل المباراتين وهلعب المباراة الأولى على استادي كأنها بتاعت أنت، والمباراة التانية تتلعب في المحلة. متخيل النادي الأهلي عمل إيه؟ في نادي بيعمل كده؟ على الجانب الآخر نادي الزمالك ما عملش كده مع أسوان. نادي الزمالك ما قالش لأسوان استادك مش جاهز، لا تعالى نبدل، هنلعب المباراه دي نعتبرها بتاعتي واروح العب في اسوان الدور الثاني. لا، ما صدقنا، جت من عند ربنا. وطبعا الاعلام اللي انت بتاخد من وراه اللي هو دايما بيتكلم في فكره اصل ما بيلعبوش في المحل، اصل مش هيتكلم، مش هينطق، هيختفي كعادته في المواقف دي اللي ما بيقدرش يتكلم فيها لان هو دايما فاقد المنطق. ولكن تعالى بقى نوثق لك موقف الاهلي المشرف مع نادي المحله اللي اتكلم فيه استاذ حسام عزو مسؤول النادي المحله، وقال ايه عن موقف النادي الاهلي اللي بنوثقه تاريخيا لجمهور النادي الاهلي عشان يعرف ان النادي الاهلي عمره ما كانت مشكلته ملاعب. نشوف الفيديو. تشرح لنا قصه مباراتكم مع النادي الاهلي. تمام يا فندم. هو الوضع بالظبط، احنا كان يوم ماتش الاهلي كانت لجنه المسابقات مستعجلانا على التقرير الامني. للاسف كان الشرطات الامنيه مش كامله. أيوة. فتواصلنا مع النادي الاهلي ولجنه المسابقات واتفقنا ان شاء الله يبقى الدور الاول في الاهلي والدور الثاني عندنا ان شاء الله، وبالفعل وافقوا الحمد لله. يعني النادي الاهلي لم يطلب تغيير مكان المباراه؟ لا يا فندم، لا خالص، بالعكس. احنا اللي طلبنا، يعني احنا كنادي غزل المحله حضرتك اللي طلبنا ان احنا نلعب الماتش الاول في القاهره والاهلي متاخرش، والاهلي رحب فعلا بال، لانه كان في غضب جماهير الحياه، الناس كانت متخيله النادي الاهلي ضغط عشان كده. لا يا فندم، احنا طلعنا وبينت الحقيقه في الموضوع ده كله، اتكلمت في كذا برنامج وبينت الحقيقه كلها ان احنا طلبنا عشان الشرطات الامنيه. طيب والحمد لله كملت دلوقتي وان شاء الله نعرف ملعبنا ان شاء الله. يعني مباراتك القادمه امام طلائع الجيش باذن الله بكره الجمعه تكون في ملعبك؟ لكن عندنا لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه يا كابتن. الحمد لله. فهمت؟ اتعلمت ولا لسه؟ ده النادي الاهلي وده غيره من الانديه اللي بتستغل الظرف، انما النادي الاهلي عمره ما استغل الظرف. ورحنا لعبنا في استاد الماكس مع نادي البنك الاهلي
اللي هو القاهري وما اتكلمناش لانه جاب موافقه الملعب، خلاص حقه. النادي الاهلي ما اعترضش، ومدير الكره طلع قال احنا عندنا معيار واحد بنطبقه مع الجميع. كابتن رضا افهم ان النادي الاهلي مع بدايه مسابقه الدوري بطل 9 مواسم متتاليه، النادي الاهلي مش قصه ملعب هي اللي هتحسم له البطوله، دي جينات انت دخلت ولعبت في النادي الاهلي وكنت عارفها كويس.